انت شو تسوي؟ ما عجبتك عزيمتي؟ ولا يهمك، باكر اعزمك على احسن مطعم في الديره. تزعلين على السب السندويش والابل؟ انا اجيب لك جباتي. انا بهد البيت لاني مو قادر اعيش فيه. ليه؟ انت مو بصغيره وعيب اللي تسوينه. والله عاد ام الكبري، مو علشان عندي ولد في الثانويه انت تعيزني. صلي على النبي يا بدريه، مو بحلوه في حقك وفي حق عيالك تهدين بيتك نصايف الليل على سبه شيء ما يسوى. مشكلتك انك ما عندك بعد نظر الا في الامور اللي تتعلق بالتجاره والفلوس. معقوله اهد بيتي علشان سندويتشات؟ انا من زمان زهقت، صابره ومستحمله واقول ما يخالف، باكر يشبع من الجري، باكر يعوضنا. لكن تمر الايام وانت تزداد جشع وبخل وانا مشاعري تتغير. هذا كلام كبير يا بدريه. انا للحين اي لاف يو، اي لايك يو، اداستوي. اها اها حلوه. تضحك؟ الحب مو بالكلام. انا من يوم ما تزوجتك للحين ما شفت منك غير الكلام. اسمح لي يا محمد، انا ما عدت اصلح لك ولا انت تصلح لي. هذه الساعه المباركه يا بنتي، وليش ما قلتي لي من زمان؟ كنت افكر يما. يا حبيبتي يا نوال، كان يستاهل كل خير ولا في مثله. انا مش مصدق، مش مصدق. انا ودي تكونين فرحانه على طول يما. يا حبيبتي يا بنتي، ونجله تدري؟ تدري؟ شوف اللئيمه، ولا قالت لي يما؟ انا طلبت منها توعدني ما تقول حق احد، حبيت اقول لك بنفسي. زين يا بنتي، انت تحبينه؟ مقتنعة فيه. نوال يا حبيبتي، ليكون بتاخذينا علشاننا احنا؟ لا، احنا لنا رب اسمه الكريم واللي خلقنا ما ينسانا. يا نوال يا حبيبتي، هذا زواج، حياة ثانية، لازم تفكرين انه بيسعدك قبل ما يسعدنا. ساكن هني. ساكن هني؟ عبالك فندق؟ عفوا بس راعي البيت استضافني، عندك اعتراض بلغي. راعي البيت اخوي. بدريه انت اسكت، مالك شغل. ان شاء الله. بعدين انا اللي بسكن هني، ولا انت عاجبك تتنقل بيوت الناس؟ روح اسكن عند اخوك، كان يترك لكم البيت، سووا فندق، سووا زريبه اللي تبون. ايش فيها ذي؟ ما ادري يا احمد، صايره مثل جبريل، ما اقدر اتكلم معاها على سبه شيء ما يسوى، هدت البيت وطلعت، وانا وراها مثل ميمي. بدريه، الريس قاعد تحت والوقت متاخر، انزلي معاه وتفهمي. مو بنازله، وروح قول له يروح ولا يعطل نفسه، لان باكر وراه مشاريع مهمه. شو اللي صار عاد فهميني؟ اول مره تطلعين فيه من بيتك. كنت غبية، كان لازم أطلع من زمان، أنا خلاص ما عدت أحبه. هذا كلام مراهقين، وشو أحبه وما أحبه؟ أنت مرأة أم عيال. يا سلام، يعني مرأة أم العيال ما عندها قلب تحب وتكره؟ بينكم عشرة وعيال ثلاثة الله يحفظهم، ما يستاهلون منك شوية صبر؟ العيال كبروا مو محتاجين لي. وأنت كبرتي وما ردش بتحتاجين لهم. انت لا تقعد تردد لي هالنغمه، كبرتي وكبرتي. انا العشره مع محمد هي اللي كبرتني. خلاص يا ركان، ما عاد تتحمل العيشه معاه، صارت مستحيله. روح قول له ماني براده، والافضل اللي يطلقني. يعني انت تشوف فهد هالضبعه هذه تهد بيته وعياله وتجي عندك؟ خلي اعصابي تهدى شوي وعقب نتفاهم. تهدى من شنو؟ انا شو مسوي له؟ والله ما ادري. احمد وين رايح؟ مالي قاعد هني، اختك موجوده.
من رخصتكم. لا حول ولا قوة إلا قولي إيش صاير بينكم؟ أنا ما أقدر أدافع عنها ولا أقدر أدافع عنك. أنا صرت ما أعرف لها، ما أفهمها، عاد مسوي لها مفاجأة وعزمها على عشاء شاورما فلافل وشاري المخلل على حسابي بعد، وكنت ناوي أدخلها شريكة معاي في العمارة، ما أعطتني فرصة، انقلبت علي مرة واحدة الضبعة. ما علي محمد، إن شاء الله بتهدى، خليها إني كم من يوم وعقب تأخذها. ما يصير أروح أكلمها؟ أنا بطلع أكلمها. ما ينفع يا محمد، أنت معصب وهي معصبة وبتزيدون الأمور سوء، يوم ولا يوم ما تفرق. أعطني فرصة أكلمها وصدقني أزمة وبتمر. الظاهر إن إحنا مالنا غير هالبيت مهما حاولنا نتمرد. توقعت محمد يقول لي تعال عندي، أنا وأخوك، البيت بيتك، إذا الطوف انطقت وهو نطق. وش درى إنك زعلان مع أمي وإن ما عندك مكان تقعد فيه؟ أنا لما رحت له ما سألني أنت ليش جيتي، ولما طلعت من عنده ما سألني ليش طلعتي. زين قولي لي شو أسوي؟ أمي بتفكر الحين إني غيرت رأيي. إلا قولي شو أخبار رجاء؟ أكلمها وتكلمني، بس هي رافضة نتقابل لأي سبب. معاها حق، البنت لازم تخاف على سمعتها. هي ناطرة مني خطوة وأنا ما أقدر أتحرك. إنزين أنت ما فكرت بيع سهمك في البيت؟ أمي لا يمكن ترضى عني لو فكرت مجرد تفكير إني أبيع. الشربات، الشربات يا بنات. يما شنو الشربات؟ عصير عصير. يا بنتي من فرحتي والله، كأنه واحد من أولادي هو اللي ناجح. مبروك يا تامر، على الأقل تعبي ما راح سودان. تعبكم كلكم ما بيروح سودان إن شاء الله. وشو سودان؟ يعني السودان اللي عاصمتها الخرطوم؟ سودان يعني هدا. بس يا تامر تحمل ما تكمل الجامعة. مو على كيفه، مجموعة كبيرة ولازم يدش الجامعة. ودي يا عمتي، بس تخصص لأبي مو موجود هنا، لو أموت أبي مو مسافرني يدرس برا على حسابه. يا ابني أنت ما خبرتهم بنجاحك. الكل يدري إن اليوم نتائج شهادة ثانوية، إلا أبوي وأمي. وش تمطر يا ابني؟ لا مش صحيح، روح بشرهم يا حبيبي. خلوني أحتفل بالفرحة معاكم الحين، عقب أروح لهم. الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك يما. للحين تروح بيت مرتبوك ولا طردوك بعد؟ لا ما اروح. ولا حتى قال لي مع السلامة؟ هذا صدق مسحور. وانتي كلها صاكة عليك غرفتك وقاعدة؟ مو انا اذا قعدت وياك كلها تعصبين علي وتحطين حرتك فيني. اي حرة؟ انا مو محترة. وش لا أحر نفسي؟ شو محصلة أنا منكم علشان أحر نفسي علشانكم؟ هذا أنت بديتي نفس الكلام ونفس الموال يما. أنت اللي حاطة حرة راكان فينا، رازة نفسك ومسوية نفسك بالعريف، ويت وحدة من الشارع خذت عنك بكل سهولة. أنا اللي غلطانة أني قتلك واخت الرزيلة. رحت لها مرتين وتركت لها خبر ولا فكرت حتى تتصل فيني. وليش رحتي لها اصلا؟ معقوله عاد تدري ان اخوها صام صام وفطر على بصله وبتسكت؟ والله اذا بتعرف بتعرف مو عن طريقنا، احنا مالنا شغل فيهم يما. ليش مالنا شغل؟ انت كنت قدامها طول الوقت، ليش ما قالت حق اخوها انه ياخذك؟ الحين بتوافق انه ياخذ هالخايسه ام لسان طويل؟ يما انا مفصله على البيع، الله يوفقه في اختياره وخلاص. لا تسوين روحك طيبة وايد، راكان رجال غني عنده خير وايد، حرام تفوتينه. اصلا يا حصة انت ما فكرتي فيه كلش، هم اخطفوه من قدام عينك وانت اي خبر خير؟ هل قد تهمك مصلحتي يما؟ ولا عشان اللي بياخذها بنضرتك؟ لا تصدقين انه بياخذها دام هذا الراس يشم الهوى. تبين أطوف تتنعم بالفلوس وأنا حية؟ أبراويك
رويك مصرتك بوكس. ماجد ماجد يا ابني قوم ماجد تعال يا ابني الرجال حرام عليك دم دم راح يا ابني حرام عليك براوي انا براوي حرام عليك اللي بتعملوا يا ابني ايش تسوي كذي بس جسوم ليش ما اتصلت بالشرطه امطرتك تتصل تروح تنادي عواطف عيب عليك يا ابني كل شويه مسوي لنا مصيبه عيل عيل حط راسه براسي اقول له اعطني اسوق السيكل شوي يقول لي لا الاناني المخادع خلاص عن الفضايح انا اشتري لك سيكل كله تقولون كذي تاخذون معاشي كل شهر وما تشوف شيء كل صبيان عندهم معاشات سيارات انا حتى موبايل ما عندي حرام عليك يا ابني اللي تسوي فينا حرام عليك بلاش فضايح بيوم سامع سامع يا نوال اخوك بيعيرنا بمعاشك تبي معاشك من الشهر الجاي يخضر افا يا ماجد هذا احنا معتمدين على الله وعلى هالبيستين تيجي تشوفها وايد علينا ايش صاير يمه ماجد ايش فيه ايش صاير رحت لقيته متهاوش مع الهندي اسمع يا ماجد مره ثانيه اذا تبي شيء تعال قول لنا ما له داعي حق الفضايح يعني انتو زعلانين لا فرحانين اسكتن يما انا مو بقصدي والله ما اقصد بس انا ما عندي شيء اسويه اول عندنا بيت اطلع والعب مع عيال الفريج وكلهم يعرفوني مشهور والحين ما حد يعرفني مغمور اسمع يا ماجد انت كبرت على اللعب فكر فينا انت حبالك سهل ان ناخذ معاشك ونحطه في الجمعيه حق الاكل والشرب ما علي يا ماجد اصبر لين تتعدل الظروف وانا وعدك اول ما نحصل المعاش تستلمه كامل سمعت مبروك الله يبارك فيك يبا ما سعتني عن المجموع جم 75 70 وفرحان مفروض تجيب 85 90 هاي مجموعك حتى بيت الجيران ما يدخلك يبا أنا علمي ومجموعي بالنسبة للعلمي وايد زين وأي جامعة برا تقبلني بسهولة خلاص قدم اوراقك خلي يعطونك بعثه يبا البعثات مو بسهله يبو مجموعه كبيره وواسطه وانا بروح ادرس على حسابي وانت عندك حساب واحنا ما ندري اقصد على حسابك راح ما هو بناقصك يوم انك تبي تدرس اشتغل ودرس من جيبك احمد ربك الحين اصرف عليك انا راح يلا راح انت واحد متفائل يا راكا اجتماع عائلي مره واحده نبي نلم المشلة يا خوش اللم معلم العائلة اللي تتكلم عنها ولا واحد فيهم يحب الثاني تبيهم يجتمعون ويحلون مشاكل بعض واصل الطلاق يا أحمد المسألة مو بسيطة وتستحق الاهتمام بينهم ثلاث أطفال ممكن يضيعون أنت وايد مثالي يا ركام الأطفال اللي تتكلم عنهم هم بنفسهم ما يدرون عنهم حتى لو في إهمال بين الطرفين إحساسهم إن أمهم وأبوهم معاهم في بيت واحد مو بسيط أنا مر بهالتجربة وعرف طعم المرار اللي يتركها الانفصال وناس عايشين معهم وأبوهم وتمنون لو إنه كان كابوس وينتهي أعوذ بالله شو الكلام ترى مو دائما وجود الآباء ضروري لأن في حالات يكونون هم سبب تعاسة عيالهم تصرفاتك يا ماجد مو بتصرفات واحد عاقل يعني أنا مينون؟ ما حد عاقل 100% وفي ناس في المجتمع يعتبرونهم عاقلين مثلا أخوك العود محمد سوى اللي ما يسويه عاقل رغم ذي ما نقدر نسميه مينون بس هو عنده فلوس وايد وإحنا ما عندنا فلوس وايد تاجر اجتهد شوي ويمكن نصب شوي ومو ببعيدة عليه المهم الواحد في النهاية ياخذ ثمرة جهده أنا كنت زين في الشركة وايد زين
وما سويت ولا مشكلة. هم فنشوني لأني غبت وايد. أدري والله أدري. أنت ثق فيني؟ إيه وايد؟ وايد. أوعدك أني ألاقي لك شغل إذا بطلت مشاكل في الشارع، بس عطني فرصة. وعد؟ وعد. فرصة سعيدة. سمعت وفرحت لك يمه. يلا عاد شد حيلك ودور لك شغل، ترى إذا بتعتمد على أبوك بيخيز حلجك. يمه أنت ليش هديت البيت؟ لأني ما أقدر أعيش مع أبوك وبس. مصدقك يمه؟ هذه الأمور ما فيها غشمرة، وأنت معاشر أبوك وتعرفه زين. يا أحمد رب اللي مستحملتك لهالسنين. وش اللي صاير عاد؟ ما صار شيء، أنت مالك دعوة بهالأمور. أنت خلك بنفسك ومالك دعوة بغيرك. إخواني؟ وش فيهم إخوانك؟ كاهم عايشين بخير ونعمة وأبوك مسؤول عنهم. تبوني أضيع عمري وأعيش عشانكم وبس؟ بس كفاية أبي أفكر في نفسي شوي. يمه أنت شو تقولين؟ اللي سمعته يمه. وإذا أبوك مطرشك عشان تقولي هذا الكلام، قول لأمي تقول لك ما تبي منك لا خير ولا شر، تبي شيء واحد بس، ورقة الطلاق. الحمد لله هالولد معور قلبي. ساعات احس انه ما في اعقل منه، وساعات اوصيك عليه يا بنتي عقب عيني. يا هالعمرك طويل يا يمه، بس انا وين رحت؟ ليش ما توصيني عليه بعد؟ يا بنتي انت عندك اولادك الله يخليهم ليكي ومشغوله معاهم، لكن ميود ما حد له، ما له إلا نوال، وهي اللي تعرف له حتى أكتر مني. لا تشغلي نفسك بماجد يا يمه، هو طيب ويسمع الكلام، بس ساعات يطيش بدون سبب. معك يا حق يا بنتي، أنا كمان مشغولة على ركان، ما اتصل والسالفة طولت. لا يمه لا، لا حد يتصل، وهو اللي لازم إيه ويسمع القرار مني أنا. لا ترخصوني ولا ترخصون نفسكم في عينه. تقدر تخصبها يا خالي. ما تعودت اخصب على شيء ثامر، كفايه اني زوجتها وهي صغيره وما لها راي. على الاقل اسمعها واحاول اقلعها من غير ضغط او اكراه. يا خالي امي عنيده، واذا ما كلمتها بشده بتدم على عنادها. انا بحاول من صوب وانت من صوب. والله كريم. قل لها ما اقدر استضيفك عندي، ابي اتزوج. يعني طرد مقنع؟ عندك أكثر من طريقة تجبرها ترد بيتها. شوف انت عال وقعد معي في البيت وتم وراها ليل ونهار، وأنا بعد لين تراجع نفسها وتغير رأيها. خالك ما عنده سالفة، أفتك من أبوك تيني أنت؟ يعني ما تبين تقعدين معاي؟ اتهد بيت أبوك وتقعد وياي شلي يعني؟ اعتبريها فرصة نقعد فيها مع بعض. وهذا احنا قاعدين مع بعض ونسولف سوالف ماسخة. انت عاد ما فيك زود على ابوك، يدور له موضوع تافه علشان يعيد ويزيد فيه. اي موضوع تافه اللي تكلمت فيه؟ يعني لما اقول تردي لنا وحق بيتك اكون تافه؟ يا ربي مللتوني. ترى انا اول مرة في حياتي اخذ قرار ومقتنعة فيه 100%. خلاص عاد فكوني، ابى اريح عقلي منكم ومن ابوكم شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين رايح؟ غرفتي. شفتي؟ يدش ويطلع ولا كأني موجودة ولا يقعد معانا. أنا ما خبر إنه عنده ربع هالكثر. يا يما كل اللي فكرتي فيه إنه كله يطلع وما يقعد ويانا، ما فكرتي إنه ما ينام عدل وما ياكل عدل؟ ما حد قال له يبي يتزوج خليه يتزوج، لكن اللي مو على هواي ما تقعد معاي. زين شوفي رجاء يما وقعدي وياها، يمكن تطلع على هواك وتقدرين تسيطرين عليها. انتي ما تستحين على هواي يعني اسيطر عليها؟ انا اقول على نظري، احمد ما يعرف الناس. البنية لازم تكون مؤدبة حيوية، وهذه قوية ما تستحي. وش دراك يمه انها قوية وما تستحي؟
بعد وحدة تحاكي واحد من ورا ظهر أهلها في الحب والخرابيط وما أدري شنو شو يسمونها. هذاني أقعد ويا راكان نتكلم في كل شيء، هذا معناته أني قوية وما أستحي؟ لو أنتي مثلها كان ما حط عينه على وحدة ثانية وخذها، أنتي اللي خدية. سمعي نصيحتي أحسن، زوجي اللي يبيها، كسبي ولا تخسرينا. ما يصير نتكلم هني، خلني قاعد في مكان هادئ. أنا أبي أعرف من اللي في الراسة. من ردينا من دبي وهي معتفسة، أنا سويت حق ذي كله. أنا والله كلمتها محمد، بصراحة راسها يابس. شلون يعني راسها يابس؟ أنت قلت بتقنعها ترجع بيته، وعلى هالأساس أنا خليتها عندك. ما أقدر أخصمها يا محمد ولا أقدر أطردها، مخليها على راحتها. لمتها أنت ركز على شغلك وخلي أختي علي. أنا تعبان يا راكان، تعبان، لا بمشاكل الشغل ولا بمشاكلي الخاصة. الحين عرف قيمتي؟ كنت مشاهدته طول النهار ومع ذلك يدش ويطلع ولا كاني موجودة. أنا والكرسي واحد، الحين حليت في عينه؟ الحين عرف قيمتك، ردي عاد. وأنا عرفت قيمتي ومو برادة. أدري أنا أكلمك تعطيني ظهرك وتمشين؟ لأن وايد تكلمنا في هالسالفة السخيفة يا راكان، وأنت مو راضي تقتنع إن أنا ما بي، خلاص عافت نفسي كلش. هذا مو كلام يا بدرية، ما فكرت في عيالك؟ قلت لك عيالي كبار وشايلين نفسهم. فكر زين يا بدرية، محمد مو مشين لهالدرجة. أنا اللي معاشرته وعرفة أكثر منك، وقول له ترى من باكر بايب عمان يفصلون أرضي عن بيته، ورقة طلاقي توصلني وبأسرع وقت ممكن أبنتهي من هالسالفة خلاص. إيش فاكرة نفسها؟ إيه والله وافقت تقابلني. إنزين إيش رأيك إني أنا مو موافقة أقابلها؟ أنت ليش صايرة حساسة كذي؟ أنا يمكن وصلتك المعلومة غلط. هي اقتنعت تقابلك وأنا معاك عشان نتكلم. نتكلم في شنو؟ أنت تبي البنت والبنت تبيك، وهلها مليونيرية، يعني يقدرون يساعدونك إذا هي تبيك فعلاً. ما في داعي لهالعقد. وترضين أخوك يعيش عالة على انسباه؟ وإن ترضى إن أختك تروح تستعطف واحدة ما تعرفها عشان توافق عليك؟ من قالت تستعطفينها؟ هي تحبني وأنا أحبها. هي بس حابة تقعد معاك وتفهم وجهة نظر أمي. اسمح لي يا أحمد، من كلامك عنها أحس إنها وايد شايفة روحها ومتعالية، ووجهة نظر أمي وصلتها منك. أنا مالي سالفة. للحين ما سكرت الخط؟ لا ما فيها شيء، اتصل في أي وقت. مع السلامة. انت شفيتش رايحة ورادة، سكر الخط وسكر الخط، احرجتيني ويا الريان هذا. انا سكرت خير؟ شو تقولون هالكثر؟ نسولف على اللي صار. اللي صار سمعناه من بدر، شنو في جديد؟ يعني تبيني اقول قديمة قول غيرها؟ لا بس ما له سالفة يتصل. وبعدين شنو حصل رقمنا من بدر؟ عندك اسئلة ثانية؟ يا نايلة انت الحين مطلقة، والمطلقة في نظر الشباب سهلة. ايش قالوا لك؟ يا حل ولا مراهقة؟ انت محرومة من الكلام الحلو، ولما يجي واحد مثل سلمان مجرب الحياة ممكن يغرج باسلوبه وتتصرفين غلط. لا تكملي. صدق انا محرومة من الكلام الحلو وما عندي ثقة بنفسي، لكن عندي عقل واحترم نفسي وعيالي واحترمكم. ولما غلط على قولتك بكون غلطت بحقكم، وانا لا يمكن اسمح لنفسي اسوي هالشيء. بس انت معجبه فيه. هو اللي اتصل مو انا، علشان يقول لك باخبار خليفه واخر تطورات الموقف، علشان يسولف عن اشياء كثيره ومنها اللي ما يتسمع. بس اكيد بيتصل مره ثانيه، سمعتك تقولين لا اتصل اي وقت. انت وبعدين معك؟ جني أنا الصغيرة وأنت الكبيرة. خلاص
ما عندنا اي مشاكل وبنتفرغ حق الحب؟ عن الغلط، المشاكل هذه مو انا سببها. مسويه نفسك كبيره العائله وتحلين وتربطين، اشوف تسويتي شيء. امك هذه استخفت وقعدت. وخالك ايش رايه في الموضوع؟ ما ادري، بس اكيد مو موافق. يا ريت تروحون تكلمونها. اذا انت ولدها ما تسمع كلامك، تبيها تسمع كلامنا احنا؟ انت قلت لها ان انا اتصلت فيها ومريت عليها مرتين؟ لا نسيت. نسيت ولا ما بغيت تقول؟ انت بعد سوسه مثل امك. يما ايش فيك؟ ايه هو لجل حاجته دل البيت، ولا هو لا يقدر يدته ولا يقدر حد؟ من رخصتكم وقف عاد مكانك، لا تسوي روحك زعلان. ايه هذا انتو الصج ما تحبونا؟ حصة روحي غير ثيابك، خلينا نروح نشوف سالفة امه هالعيوز المتشبدة. نوال، شو اللي بينك وبين اختك يا بنتي؟ ليش اشتكيت لك مني؟ انا ما اشتكيت عن الغلط. اذا بتتكلمين بهالاسلوب لا تتكلمين معي كلش احسن. خلاص اعتبرتوني ماني موجوده، ما لي قيمه عندكم؟ على الاقل اعملوا لي حساب. يما انت الخير والبركه، يما هي اللي بدت تعامل لي جني ياهل عندها، وتعتبر نفسها هي الوحيده اللي تقدر تحل وتربط في هالبيت. انا ما اعتبر نفسي فاهمه، ومن حقي اوجه لك اي ملاحظه سواء كنتي اختي الصغيره ولا الكبيره، ومن حقي اعترض على ملاحظه ما لها معنى. ليش انت شايفه انها ما لها معنى؟ خلصتوا ولا الحين عندكم كلام؟ بعد اللي سمعته ما اعتقد بيني وبينها كلام. عيل سمعوني، انتم مالكم بد من بعض ولا لكم غير بعض؟ تهوشون تتخنقوا، ما بواحدة منكم تحط راسها على المخدة وهي شايلة في نفسها على الثانية. أبوكم ما ترك لكم شيء، ولا أنا عندي شيء أتركه، لكن عودناكم على شيء جميل وأبيكم تمسكون فيه. الحب، الحب تمسكوا فيه، لأن من غيره ما تقدرون تعيشوا. كأن عندك عرس. لا ما عندي عرس. عيل راكان وينه؟ راكان طلع. وانتي متى بتردين بيت ريلك؟ تدري لاني ما برد، وبعدين خلي اسلوبك مباشر لان طريقتك هذه ترى كلش ما تعجبني. يا بدريه تعوذي من ابليس، مالك الا بيتك وعيالك، واي مشكله بينك وبين محمد ممكن تنحل بالتفاهم. حبيبتي عاد انا ما ابي اناقش اموري الخاصه معاكم، وشكرا على الزياره. نحن مو جايين نزورك، نحن جايين علشان نبارك حق راكان ونساله اذا محتاج شيء. مسكين وعليا ما عنده حد يوقف وياه. يما نروح احسن. تباركي له على شنو؟ أنا أقول تشوفين لك مكان ثاني غير هالمكان تعيشين فيه أحسن. الريال يبغي يتزوج وانتي واقفت له مثل العظم في البلعوم. باكر بتي نوال وأهلها وبيطردونك مثل الكلبة. أنا أقول تطلعين بكرامتك أحسن. أنا دريت إنك هني، قلت أحتفل بنجاحك مع هالك الإيداد. شكراً يا خالي. لا ف... إلا بغيت أسألك، أمي ردت البيت؟ يلا جبنا سيارتها اتصلت. أقول مايد نزل الأغراض من السيارة، ساعده ثامر. جبت خروف؟ المرة الجاية.
يا اخي البيت ما في ولا قطعه خروف. زين امشي معي، امشي امشي، انت قد الحركه، بس امشي اقول امشي. اهلا استاذ راكان. الو، خير صاير؟ بعد شوي. اقولك الحين الحين التي، يعني الحين التي. زين قول ايش في. اقولك تي الحين وبسرعه يا ركان. زين زين، ياي ياي ياي. هذه اختي بدري، ما ادري ايش فيها. انا اسف يا نوال، بامركم باكر اذا ما في ازعاج. لو ادري انك بتروحين عشان تبلغين هالخبر كان ما رحت وياك. يا سلام، مرادها بتدري ولا هو بيتزوج بالخش؟ وبعدين هذا كله علشانك يا الخبله. علشاني؟ يعني شنو علشاني؟ انا ما ابي اتزوج بطريقه الدسائس والمكر، وحتى لو هو غض النظر عن الزواج عن نوال ما بيفكر فيني. انا قدامه طول العمر ما فكر فيني. عاد هني دورك، انت كل مره تقولين ان انا اللي واقفه في طريقك، الحين انا قاعده اخطط لك. انت تردين بيت اخوك وتقعدين معاه وتواسينه؟ ما يصير نخليه يتكلم مع الطوف. وراكان اكيد بيمر على اخوك وبيشتكي لك من اخته. عاد هك الساعه انت وشطارتك، وانت ايش دراك ان اختي بتضايقه وبتاذيه؟ يعني انت ما تعرفين بدور؟ بغت تموت لما قلت لها انه بياخذ بنت عطوف، حتى ما صبرت لما نطلع اتصلت فيه قدامنا. يعني اللي بتسوينه علشان مصلحتك؟ علشان ابرد خاطري فيها وفي عطوف وفي بناتها. واذا انت ناصحه هذه الفرصه قدامك، اهم شيء انك ما تخلين هالزطيه هذه وبناتها يتنعمون في خير غيرهم. لا والله خوش، تبين اشاورك؟ تدري يا بدري كم عمري؟ 50 سنة. وتفتكرين عقب العمر ما اعرف اختار؟ لا ما تعرف، لانك تبي تاخذ واحدة الكلام عليها وعلى اهلها، واحدة خايسة. قلت بنات في الديرة، ابى اتزوج وابى اتزوج، تصوم تصوم وتفطر على بصلة. لو سمحت لا تغطى على ناس ما تعرفينهم. الا اعرفهم زين، والناس كلها تعرف بسوالفهم وبسوالف امها وسوالف اختها اللي كلها لو ترك في مراكز الشرطة. لو ان اخوها المتخلف تزوجت علشان انتي متخلف مثله، خوش نسب يا ركان، خوش نسب والله. لما تركتي بيتك وعيالك ما فرضت عليك شيء، ولهاللحظة اتكلم معك بالمنطق. لا تفرضين علي ارائك، والكلام اللي قلتيه كله مو صحيح، وانا معاهم من اول ما بدت المشاكل، واعرف كل صغير وكبير في حياتهم. انت لو تعرفين امهم كان احترمتيه وحطيتيه على راسك واعتبرتيه مثل امك. اتخسي الله، هي أكرم عليها أمنا تقارنها بالأشكال. وهذا أنا قلت لك، شيل نوال من راسك ولا تخلينا عيش في حلوج الناس يا ركان. أقول لك طالب الطلاق، أم صممة عليه تقول لي أبقى أتزوج؟ أنت ما تعرف السنة، بدل ما تواسيني يا يطر مني. يا اخي ايش هالالفاظ؟ اطر مطر، اخوك الصغير طالب انك تساعدني، تقول لي اطر؟ انا غلطان اللي لجأت لك. خل امك تساعدك. يلا على يدك، اقنعها تساعدني. ما تبي تعطيني فلوس كلش، ولا راضيه تخطب لي، ولا راضيه اذا تزوجت ان زوجتي تسكن معاها. خلاص اشتك عليها. شنو؟ اشتكي على امي؟ اشتك عليها. امك ما تنفع معاها سياسه، ما تنفع معاها الا القوه. انانيه وما عليها من احد. هذا هي سمعت ان بدريه تركت البيت، ما رفعت السماعه قالت لي كلمه طيبه، ولا طرى عليها تمر على اليهال. ام حق يدي وام حق ام. مشكورين على الحفله. يا ابني اشكر خالك هالرجال الطيب اللي ما ندري نروح وين من جمين. نوال انت ليه زعلانه مني؟ معقوله ازعل عليك؟ بس تدري ودي اعطيك كف على وجهك على الكلام اللي قلتيه. عيب
أنا أختك العودة أصلا ما تعودت على الطق كلش. خليفة سلم عليك. الله يديم عليكم الفرح يا عيال. يلا نوال بهالمناسبة الجميلة غني لنا أغنية جميلة. إي والله يا عمتي أنا وايد عجبني صوتك. وأنت وين سمعت صوتي؟ في بيتنا كم مرة وهني سمعت لما تغنين في المطبخ. ولي سلمت يا عمتي غني لنا. واحد من صور الفرقة جسوم روضة يصفقون ونايلة وثامر يردون أمي تبكي. إيش فيكم؟ أنا قلت أمي تبكي مو بتضحك. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي بيعلمنا نسامح بينسينا مبارح بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني واجري عليك يا حبيبي واقولك حقك عليا هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي الحب الحقيقي عيش يا حبيبي بيعلمنا نسامح بيرجعنا البارح بيعلمنا نفكر دايما بأيامنا اللي جاية ونبعد ثواني بيرجعنا تاني واجرى عليك يا حبيبي وأقولك حقك عليا هو ده أيوة ده هو ده الحب الحقيقي أنا أكلمك وبالك مشغول وكل شوية طالعت الساعة. أنا آسف يا سلمان أنا مواعد نسيبه يا أمر عليه هو حارق الموبايل وما رد عليه. زين رد عليه قل له بمر عليك عقب شوي. يرى كان أنا من زمان ما قعدت معك. أنا آسف اسمح لي. آسف يعني شنو بتقعد بتروح؟ لا لا بقعد بقعد تفضل قول إيش عندك. زوج نجلاء السابق في السجن التحاليل اثبتت انه متعاطي يعني بيفتكون منه كم شهر لين المحكومه تصدر قرارها. قال لي بدر وانا ناوي امر عليهم واقول لهم. بس يا اخوي مرت اخوه كاسر خاطري وحالته صعبه وايد. يعني ما تقدرون تدينونه بهالسالفه؟ مع الاسف لا يا ركان. الولد والام براضين يتكلمون واحنا ما عندنا اي اثبات ضده. بس أنا جايك في سالفة ثانية. أنا كلمت الوالدة اليوم عن نجلاء وشرحت لها ظروفه وقالت لي توكل على الله يا سلمان. ما فهمت. إيش رأيك أتقدم لها عقب ما تخلص سالفة زوجها النهائية؟ أنت فاجأتني يا سلمان. أنت تعرف يا راكان إن أنا متزوج ثنتين وعندي عيال منهم وهم عايشين مع أمهاتهم. وتبي تاخذ الثالثة ومع عيالها؟ بيت عود وكل واحد عايشة في ملحقها بنفسه وأنا محد معاي للوالدة. يا سلمان أنا مو قادر أفهمك. أنت مو مرتاح مع نسوانك؟ تبي الصراحة يا راكان مرتاح. زين شلون الثالثة بعد؟ تبي تقلد حاج متولي مثلا ولا السالفة؟ ليش ما تقول أبي أسوي معروف؟ مرة فقيرة مسكينة مكسورة محتاجة واحد يوقف معاها يشيل عيالها ويشيلها. والخبيل اللي عندك من يصرف عليها غيرك؟ كل واحد تشتغل وشايلة نفسها والحمد لله الخير موجود. يا سلمان البنية عانت بما فيه الكفاية وانت تدري بأغلب التفاصيل. حرام نعرضها لتجربة ثانية مو مضمونة النتائج. الحين تقارني أنا بهالوحش اللي كان ماخذها من قبل؟ إطلاقاً. بس بتحطهم في بيت فيه ثلاث نسوان أمك وزوجتينك وعيالهم إيش تتوقع النتيجة يا سلمان؟ أنت ما عليك أنا متأكد أن نجلاء إنسانة طيبة وراح تتوالف معاهم. بس أنت عرض عليهم الموضوع ورد علي. هالوضع غير مريح حتى أمي ملت وأنا مو طايحة عشان أمك تماطل. كل يوم تقول لي باكر أنا مليت يا أحمد. أنا بقول لك الصراحة يا رجاء أدري إنها رافضة
ايش دراج؟ من كلامك موافقتها ترى ما تهمني في شيء. انا قلت لك من اول ما ابغي اي علاقه تربطني فيها. وانا بعد موافقتها ما تهمني. عيل ايش تنطر؟ اذا تقدمت لك بنفسي هلك بيقولون وين هلا؟ هالكلام ما الاول. بعدين انا بتزوجك انت مو بهلك، واهلي متطورين وما يهتمون بهالتفاصيل الصغيره. زين واذا قلت لك ما عندي فلوس ولا عندي بيت؟ عاد هذه صعبه. تبيني ادفع مهري من عندي واخذ بيت من بيوت ابوي اسكن فيه؟ لا انا ما قلت كذي، انا تغشمر. قصدي انا عندي ورث ابوي بس امي عايشه في البيت. احمد لما تكون مستعد للزواج تعال. راكان؟ نعم. ليش راقد في الصالة؟ وين رايحة؟ رايحة الشغل بعد، وين رايحة؟ ما في داعي تروحين اليوم، رايلي شبيبي ياخذك. شلون شلون شلون؟ ليش؟ أنا اضطرت حضرتك بتشيله وبتسلمنه؟ ومن قال لك أنا برد معاه؟ إيه إلا قلت أبي تتخلص مني علشان تروح تاخذ العوية والمنكسرة. ما في داعي حق الصراخ. يقول لك ما تبين اقعد وياك وخلاص. هذا وصل. انا ما ابي اشوف رقعت وياه. شو كانت يا ركان؟ انت ليش مو راضي تفهمني؟ قلت لك مليون مره خلاص عافته نفسي، ما ابغي ما احبه. مو بلازم تحبينه، مو بكل البيوت قايمه على الحب، في العشره والالتزام. تفضل يا محمد. تفضل. انت ما عندك كرامه؟ قاط نفسك؟ انا قلت لك ما بيك، ما احبك، لا تشبدي منك، اشوفك كني اشوف الشيطان. تحب تقول لي تعال خذها ولا تعال خلي تهزك؟ انا غلطت اللي ما رديتها من اول يوم. عبالي بتفكر وبتعقل. انا فكرت وعقلت. أنا كنت مجنونة لما ضيعت عمري مع واحد مكفخ وزطي مثله، مستخسر يشتري كوب شاي في شغله علشان ما يدفع ريال. كفاية عادية بذرية. لا مو بكفاية يا ركان. الوحدة فينا تتزوج علشان تحس إن وراها ريال يقوم فيها ويساندها حتى لو كانت مليونيرة. وأنا من يوم ما أخذتها هذا وهو ما يدري عن حاجاتي ولا حتى حاجات عياله. عقب 19 سنة جاي تقول هالكلام؟ ليش ما قلتي لي كل اللي في خاطرش من زمان وحاولت تحلي هالإشكال؟ قلت لك بدل المرة ألف يا ركان. أنا متزوجة بالاسم، قاط كل شيء علي ولا يدري عن شيء، حتى بنيان البيت أنا اللي أشرفت عليه وحطيت من فلوسي. قولي شو اللي حصلت من هالزواج؟ الحين كل هالعيوب فيني أنا يا بدرية؟ وأكثر. الثوب ما تفصل، حتى النعال ما تشتري لك، كله انا اللي افصل واشتري، حتى العطر تروح تتعطر من عطور عيالك. انا خلاص كارهتك، تعرف يعني شنو كارهتك؟ واذا عندك كرامه تطلقني، انا ما اقدر اكون على ذمتك دقيقه واحده. بس عاد يا بدريه احترمي وجودي. خلاص يا ركان، عقب الكلام اللي سمعته منها انا ما ابغي اعيش معاها. رديلي كل ريال دفعته لك وانا بطلقك.